السلام الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عرفنا عن اسمك بالكامل. طاهر هلال محمد جحانة. نعم. أرجو من فاعلين الخير من رئاسة مشروع جبل مطحن أن يكملوا الخير بي أنا كمعاق، وأن يكملوا خيرهم لإعطائي مثل حق المعوقين. من المعاق أنت لا؟ أنا معاق من حق المنزل ما ممكن على الحديد وهذا الحديد. أيوه. معي حمار مرة يقلبني مرة يعذبني مرة يضربني مرة يتعبث بي عبث، هو معذب وأنا معذب. هل قدمت أرض في سبيل المشروع في سبيل الله؟ قدمت ودل بذلوا لي قبل ما يجي المشروع بإذن مليون. والآن راحت؟ والآن راحت في سبيل المشروع، بس نشتي نفرح بالمشروع كلنا. هم يمشوا بالسيارات وأنا أمشي بالمتر، مش يعني إن الفرح لهم وحدة من أصحاب السيارات وأنا ما أمشي إلا بحمار هذا. نشتي كلنا نفرح بالمشروع. نشتي منها المتر. كلام سليم، المتر والله أنه واجب على لكي يكتمل خيره. صح. ويكون الله راضي عنه. يعني الآن أنت الآن ما معك لهذا الحمار؟ ما بين الحمار هذا، هو معذب وأنا معذب. الكل معذبين أنا وهم. كمل أخي طاهر، ما هو الآن ما رأيك؟ ماذا نقول؟ ماذا نعجب؟ لمن ننادي؟ من يسمعنا؟ أنا أنادي أصحاب القلوب الرحيمة، أصحاب القلوب اللي تتأثر بالمساكين والمعاقين والضعفاء، أصحاب القلوب الذي يريد أن إن الله يحفظ غناهم وأولادهم وأسرتهم ويأمنهم بأمانه ويزيدهم من خيره. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الخير، اطلبوا الرحمة عند الرحماء فإن فيهم رحمتي. هذا الذي قال حديث قدسي الله عز وجل، قال اطلبوا الرحمة عند الرحماء فإن فيهم رحمتي، ولا تطلبوها عند القاسية قلوبهم فإنهم منتظرين سخطي. فنرجو من اليمنيين أن يكونوا منتظرين رحمة الله فيرحمنا فيرحموا. كلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء فارحموا. وأنا رسالة الله لكم، قال المؤمن السائل هدية الله إلى المؤمن، المؤمن المحتاج هدية الله إلى المؤمن الغني. أنا محتاج ومبتلى واختبار الله فيكم أنا.